السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة لسبيس اي دي، هذه ان اف تي رير بورد، حد يبقي يكليميها. طبعا يجي هون يقمز على كليم، يفتح له هالموقع، يفتح له الموقع بطريقة. طبعا له يجي هون كوريكت ميتا ماسك شبكة بنان سمارت تشين، مباشرة يقمز على هذه انلوك يور تويتر، يقمز عليها يطلع له هاي اللي هو اسمه شي يدير اللي يدير هون قال مدير عنهم هون تياها يدير هون تياها فولوينج ويدير لهم طبعا هون كونكت ميتا ماسك لو تحت قبيل طبعا ما كنت كونكتي ولا ما طلع عليه هذا بليس هذه طبعا الشيت عدت من قليل ما يخسر شيء ندير كونكت تويتر لازم عندهم اوتوريزي طبعا كونكتيت نجي هون الثانية لايك إلى تويتر لايك إلى تويتر إيفر في مهام بسيطة نعدلهم حالا تو ونعود نكونتيني طبعا كاتب كتبوا لي كونجراتيليشن معناها كملت المهام كاملة تروا سير تروا درش نعدل قال لي عني جي هون طبعا هذه الاولى مثل وحده هون يتعدل 50 تريد عندك مليون NFT يتعدل مثلا 50 مينت عندك NFT يتعدل مثلا هذا عندك اونجي عندك 100 هون 100 تريد ملي كل هذا عنده NFT معين هاي 100 مينت هاي 500 مينت معناها دائما انت تدخل هذه المنصه وتعدل عليها المهام كامله انت تعدل كليم طبعا كليم بالنسبه لي انا حالا ما عندي كل شيء بروجريسيف هاو كاملين كليميد كليميد انا هاي نفتي الاولى طبعا نجي نعدل 50 تريد على هاي المنصة قالت لنا المنصة اللي هي نقال لها ريبورد نفتي هو اللي هي تقمز تريند ولا مينت مينت مثلا تقمز هون خلاص هاو نفتيات مينت ناو مينتي ناو القابل للتمينتي حالا بي اس سي نتورك عندك هون مينت 1000 من 10000 عندك هون مينت 3000 من اصل المين مثلا مينت اي واحدة مثلا مينت مثلا هذه طبعا كونكتيف هاي مثلا من اجل تمينت تحتاج 0.17 بي ان بي يعني 47 دولار للواحدة هاي مثلا هذا مثلا من تمينتي 0.13 37 دولار هاي من اجل تمينتي 0.13 وهكذا معناها تحتاج هذه مينت وهون باي اذا كنت تريد تشتريها هاي الان اف تي ايضا تشتريها بهذا السعر هون تريد لكن تريد تداول بروفايل ناو وهكذا